والنهارده حصل بقى حاجه كويسه جدا. كابتن الخطيب النهارده كرم فريق كره اليد بعد التتويج بكاس الكؤوس الافريقيه. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص على تكريم دي لقطات طبعا من الحفل اللي كان النهارده، كان حريص على تكريم فريق اليد بعد تتويجه ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه واللي لسه خلصانه من يومين او ثلاثه، وده يدل ان الكابتن متابع وبيقدر اي مجهود بيتبذل داخل جدران النادي الاهلي. ده طبعا معالي الوزير طبعا عامر فاروق كان رئيس البعثه هناك. الاحتفاليه دي حضرها اعضاء الجهاز الفني واللعيبه كلهم، وكابتن محمود الخطيب اشاد بيهم وبروحهم وقتالهم جوه الملعب عشان يحققوا بطوله مهمه جدا للجماهير والاهلاويه مع بدايه الموسم، وكمان قال لهم ان الجماهير مستنيه منهم الكثير في الفتره اللي جايه باذن الله. وكالعاده بالنسبه لكل الفرق الرياضيه في النادي الاهلي الكابتن قال لهم فرحنا يوم او اتنين بالكثير عشان نقفل الصفحه دي ونركز في البطوله اللي جايه، لان جمهور ومحب النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات. خلينا نشوف كلمه كابتن محمود الخطيب في الحفل وارجع لحضراتكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. طبعا في البدايه الف مبروك، الحمد لله ربنا كرمنا. البطوله كانت غايبه عن النادي الاهلي بقى لها فتره طويله. مكسب البطولات ده يا رجاله بيبقى مسؤوليه اكبر، لان انتوا كده بتقولوا للناس احنا نقدر، وانتوا فعلا تقدروا. انتوا تقدروا تضيفوا بطولات ثانيه، وتقدروا تضيفوا كؤوس ثانيه، وتقدروا تخلي رقبتكم فيها ميداليات كتير. انتوا تقدروا تعملوا كده لناديكم وباسم ناديكم وتاريخه وبامكانياتكم انتوا كمجموعه، لان امكانياتكم كبيره جدا واحنا مؤمنين بيها جدا. وهنا هتذكر معاكم يوم ما خسرنا بطوله الدوري على جول واحنا في الملعب، وانتوا تقدروا تكسبوا الكاس بعديها بثلاث ايام او اربع ايام، وانتوا عملتوا كده. وقلت لكم مستقبل ليكم، وانتوا فعلا المستقبل ليكم ان شاء الله يعني. بس انتوا بقى ابتديتوها بدري ببطوله قاريه كبيره، علشان كده المسؤوليه بقت زياده عليكم. انتوا فعلا تقدروا تحققوا لناديكم ولنفسيكم تقدروا تحققوا حاجات كتير جدا. احنا كل اللي نقدر نعمله بس ان احنا بنحاول نوفر لكم الامكانيات كلها اللي تقدر تساعدكم. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي مواهب، وانتم المواهب اللعبه دي، وعندكم قدرات انك تقدروا فعلا تخلوا الفتره اللي جايه دي ازاي يكون البطوله جوه النادي الاهلي او البطولات جوه النادي الاهلي. فمحتاجه شيء من يعني القوه تزيد والروح تزيد والالتزام يزيد والتركيز يزيد عشان كمان البطولات باذن الله تزيد. لو احنا كمجلس اداره كل زمايلنا في مجلس اداره عندنا ايمان كامل بالمجموعه دي، علشان كده احنا كلنا النهارده قلنا نشوفكم نحتفل بيكم ونقول لكم الكلام ده. المسؤوليه بقت اكبر، وانتوا اهل المسؤوليه دي وتقدروا تعملوا الكلام ده. كمان المجلس دلوقتي كنا لسه بندرس مع بعض في المجلس ان كان في مش عارف نسب ومش عارف توزيع نسب من العقود وكده، فاحنا دلوقتي اوريدي بقى في حاجه اعتقد مناسبه جدا بالنسبه للسنه اللي فاتت او يعني السنتين اللي ورا بعض دلوقتي. هتكون النسب دي ان شاء الله تبقى افضل بكتير، وتبقى لان انتوا تستحقوا ده. انتوا تستحقوا ان احنا يكون المجلس ده النهارده يكون كل المجلس بيتكلم ازاي نقدر نكافئ الاولاد وازاي نقدر نكافئ اللي عددنا. والمكافأة دي مش علشان ده المجلس بيمن، ده حقكم. حقكم طول ما احنا ماشيين في سعادة جماهيرنا وماشيين في تركيزنا والتزامنا لإضافة تاريخ لناديكم وتاريخ ليكم. النهارده في عندكم مثلا المدير الفني بتاعكم مثلا الكابتن طارق كان لعيب زيكم. لكن لما بيقعد يتكلم كان نفسه لاعب كلاعب حقق كذا وحقق كذا وحقق كذا وحقق كذا. كمسؤول بقى حقق ده موضوع ولا مدير فني ولا وهكذا كل الزملاء المداريين الموجودين يعني. فيا جماعه تاني الف مبروك، وهيكون في تواصل ما بين الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي مع الكابتن رؤوف عبد القادر والكابتن ياسر الرملي عشان يحطوا يعيدوا تاني يعني الإضافة أو ما تم خصمه ده يتعاد تاني طالما أنتوا
على قدر هذه المسؤوليه، وبهذه المسؤوليه انتوا اسعدتوا بيها الناس. من كلمه اسعاد الناس دي، الناس منتظره انها تسعدوهم اكتر. وعندكم ما هو قادم امر مهم وبطولات مهمه لازم تاخدوها بمنتهى الجديه، منتهى الجديه، منتهى التركيز، منتهى الالتزام. ده مهم جدا يا رجاله، مهم جدا، لان انا النهارده جمهورك بيبقى شايف عطائك وروحك في الملعب عامله ازاي. مش جمهورك بس، جمهورك ومسؤوليك كمان، وانت نفسك كلاعب. احنا كلنا كنا لعيبه زيكم كده، كنا بنقعد برضو مكان كده بنسمع نصايح الناس اللي سبقونا. التزامك، مجهودك، روحك العاليه، ادائك، تركيزك، الناس بتحس بيه. تحس انت فعلا طلعت كل اللي عندك ولا انت مقصر؟ وانا اعتقد ان انتوا دلوقتي كده بالوشوش اللي انا شايفها دي كده، انتوا عايزين تطلعوا اقصى حاجه عندكم. ده اللي وده اللي احنا منتظرين منكم ان شاء الله. مره تانية الف مبروك. دكتور سعد، انت عندك حاجه تانية؟ حلو. ترتيبكم ايه؟ ترتيبكم ايه للموضوع؟ ودي يا جماعه بس هي حاجه بسيطه ديت، بمناسبه الفوز ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه للانديه لكره اليد رجال موسم 2021. ده برضو الدكتور سعد مع مجلس الاداره فكروا ازاي يكون في تكريم للمناسبه دي، تحتفظوا بيها في بيوتكم ان شاء الله. تاني بنشكركم على ادائكم، بنشكركم على روحكم، بنشكركم على التزامكم، ومنتظرين منكم ان ده يبقى زياده ان شاء الله باذن الله. شكرا يا شباب.